لكن أمر مهم جدا، الملحدين والوجوديين ظهروا من عدة قرون وشنوا حرب شديدة جدا على الكتاب المقدس. هل اللي مكتوب في سفر التكوين ده، هل ده كلام حقيقي؟ هل كلام غير حقيقي؟ لكن ولا واحد منهم اتهم الكتاب المقدس بالتحريف. يعني هم ناقشوا ما هو مكتوب في الكتاب المقدس، ناقشوا ما هو مكتوب، لكنه لم يتهموا أن الكتاب المقدس حرف. علشان كده عزيزي المشاهد جبت الكلام ده منين؟ الناس الدارسين والباحثين اللي هم أكثر علما من ناس كتير مننا، هؤلاء الباحثين ما اتهموش الكتاب المقدس بالتحريف،